بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وردني سؤال حول سورة الكهف، والحقيقة تكرر عدة مرات، لذلك أحببت أن أقوم بشرح هذه المعجزة من جديد وإيضاحها بالنسبة للأحبة الذين يتساءلون عن عدد الكلمات. الحقيقة أيها الأحبة، قصة هذه المعجزة أنه خلال حواراتي مع أحد الملحدين، وكان هذا قبل أكثر من 15 عاما، تحداني أن أجد معجزة في العدد 309 الوارد في سورة الكهف. وطبعا هذا الملحد كان يسخر من القرآن ويقول: لا يعقل أن أناسا يستيقظوا بعد 309 سنوات. سبحان الله، هذه القصة أنا كنت أقرأها كل يوم جمعة، وسورة الكهف طبعا معروفة نقرأها كل يوم جمعة، من قرأها وحفظ منها 10 آيات عصم من فتنة الدجال. فلذلك أحبتي في الله، أنا أنصح بقراءتها وتأملها، لأن فيها أسرارا كثيرة. هذه القصة أيها الأحبة، لاحظت أن الله عز وجل يقول فيها: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إذن لدينا العدد 309 يساوي كلمة لبثوا، يعني كلمة لبثوا المقابل الرقم لها هو 309. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طيب، كيف نجد معجزة في هذه القصة؟ وما علاقة العدد 309 بكلمات القصة؟ وما علاقة هذا العدد بكلمة لبثوا؟ كلمة لبثوا تدل على زمن لبث، أو زمن مكوث أصحاب الكهف، أو بقاء أصحاب الكهف. فسبحان الله، وقتها خطرت ببالي فكرة أن هذا العدد هو 309 هو المكافئ الرقمي لكلمة لبثوا. يعني عندما نقول لبثوا أو كم لبثوا، الجواب 309. لاحظت ملاحظة مهمة، أن هذه القصة في بدايتها نجد كلمة لبثوا، وفي نهايتها نجد كلمة لبثوا أيضا، وهذه الكلمة مقصودة. لماذا؟ لتدلنا على البداية والنهاية. فوضعت هذه القصة أمامي أيها الأحبة وبدأت بتأملها. الحقيقة يعني كانت مفاجأة كبيرة عندما قمت بطرح فكرة، يعني تخيلتها هكذا: كلمة لبثوا هنا وكلمة لبثوا هنا، في بداية القصة وفي نهايتها، وكلمة لبثوا تكافئ 309، يعني الكلمة تكافئ 309 لو حولناها إلى أرقام يعني. وقلت في ذهني، طبعا أنا هكذا أفكر، يعني أقول لكم سبب أو مناسبة اكتشاف هذه المعجزة. فقلت: هل يعقل أننا إذا قمنا بعد الكلمات من لبث الأولى إلى لبث الأخيرة، هل يعقل أن نجد 309 كلمات؟ أنا كنت أتساءل هكذا، يعني لم أقم بتجارب ودراسات، أنا فقط طرحت هذا السؤال لأنه سؤال منطقي. القصة في بدايتها لبثوا وفي نهايتها لبثوا، وكلمة لبثوا تكافئ 309، فمن المنطقي أي إنسان أن يفكر بهذا الشكل، أنه هل يعقل أن يكون عدد الكلمات من لبث الأولى إلى لبث الأخيرة 309 كلمات. قمت بكتابة هذا النص الكريم المبارك من لبث إلى لبث، وعندما قمت بعد الكلمات كانت مفاجأة كبرى بالنسبة لي، أن عدد الكلمات بالضبط 309 كلمات من لبث الأولى إلى لبث الأخيرة. طبعا هذا كان مذهلا بالنسبة لي، وأنا طبعا
على فكرة يعني الإحصائيات التي أقدمها أنا أتأكد منها يدويا، أستخدم الكمبيوتر وأستخدم البرامج ولكن أتأكد يدويا، وأتأكد من القرآن الكريم مباشرة. قمت بكتابة قصة أصحاب الكهف وبدأت أعد يدويا الكلمات من لبث الأولى إلى لبث الأخيرة. وعندما وصلت أيها الأحبة إلى يعني لبث رقمها واحد الأولى، عدوا معي أيها الأحبة، طريقة سهلة. وبالنسبة لبعض الأحبة الذين أشكلت عليهم سأعلمكم طريقة العد، وهذا المنهج أتبعه أنا في معظم أبحاثي في الإعجاز العددي. إذن لبث الأولى، لبث أمدى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا، 10 كلمات، بربهم 11، وهكذا علمتم طريقة العد، وهكذا حتى نصل إلى قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. لبثوا الأخيرة رقمها 309. ولكن هنا المفاجأة الثانية حقيقة، أنني عندما كنت أرقم الكلمات ولبثوا في كهفهم 300، كلمة 3 رقمها 299 ترتيبها، وكلمة 100 300، يعني عند 300 اكتمل عدد الكلمات 300 كلمة. سبحان الله، هذا الأمر أثبت لي بشكل قاطع أنه لا يوجد مصادفة، لأن المصادفة لا يمكن أن تتكرر بهذا الشكل أيها الأحبة. أن تجد عدد الكلمات من لبث الأولى إلى لبث الأخيرة بالضبط 309 كلمات، وتجد كلمة 300 رقمها 300، إذن معجزة محكمة ومنضبطة. طبعا 300 اكتمل العدد 300، عدوا معي بعد 300 كم كلمة؟ 9 كلمات، 300 سنين، والواو هنا نعدها كلمة، واو العطف أيها الأحبة. بعض الأحبة ربما لا يعدها فيجد أعداء يعني رقما آخر، واو العطف هنا كلمة لأنها تكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها، وقلت هذا المنهج أنا أتبعه في معظم أبحاث الإعجاز الرقمي. إذن ولبثوا في كهفهم 300 اكتمل العدد 300 نكمل سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، 9 كلمات، إذن اكتمل العدد 309. سبحان الله، يعني هذه المعجزة بالفعل من أكثر ما أبهرني في كتاب الله عز وجل. طبعا هناك بعض الباحثين اجتهد في هذا المجال ووجد أيضا شيئا عجيبا، وجد أن كل 300 سنة شمسية تساوي 309 سنوات قمرية. سبحان الله، أنتم تعلمون أيها الأحبة أن السنة الشمسية تساوي 365 يوم وربع تقريبا، والسنة القمرية بحدود 354 يوم ونصف، يعني تقريبا ما بين 354 إلى 355 يوم، الرقم بالضبط نسيته. ولكن إذا قمنا بحساب 300 سنة شمسية، قمنا بحساب 300 سنة شمسية، سنجد أنها تساوي 309 سنوات قمرية، لأن السنة القمرية أقل طبعا من 10 إلى 11 يوم. سبحان الله، يعني ما هذه الدقة أيها الأحبة. إذن هم لبثوا 300 سنة على التقويم الشمسي وازدادوا 9 على التقويم القمري، وعند 300 اكتمل العدد 300 من حيث الكلمات، وازدادوا 9 هناك 9 كلمات أيضا حتى تصل قل الله أعلم بما لبثوا، انتهت هنا القصة. طيب والله أيها الأحبة هذا شيء محير، أنا أعجب كيف أن الملحدين لا يقتنعون بهذا الكلام.
يقولون خزعبلات وخرافات، يعني معجزة ثابتة ومبهرة ولا يمكن أن تكون قد جاءت عن طريق المصادفة. لابد أن الله سبحانه وتعالى هو من أحكمها، وهو من رتب هذه الكلمات، وهو من حفظها لنا، لأن هذه المعجزة دليل على حفظ القرآن أيها الأحبة. لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأن نجد قصة يعني يحفظها لنا التاريخ 1400 سنة دون تغيير حرف واحد أو كلمة واحدة، هذا العمل لا يستطيع عليه أو لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أي كتاب لابد أن يتعرض للتغيير والتحريف، وبخاصة عبر 1400 سنة أو يزيد. فإذا أيها الأحبة، هذه المعجزة أولا ترد على كل ملحد يدعي أن القرآن ليس من عند الله، وترد على كل مشكك يدعي أن القرآن محرف، وترد على كل أيضا ملحد ومشكك يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ألف القرآن. لو كان النبي هو من ألف القرآن لافتخر كثيرا بهذا العلم الذي عنده، هذه المعلومات العلمية التي نجدها في القرآن لافتخر بها، ولكن هو يقول أنه رسول من عند الله، هو بشر مثلنا، هو لا يعلم الغيب، وكل ما جاء به هو من عند الله، هو رسول بلغ هذه الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمتعنا بهذه المعجزات، وأن يزيدنا إيمانا وتسليما. المعجزة أيها الأحبة تزيد المؤمن إيمانا، لأن الله تعالى يقول في قصة الأحزاب: عندما رأى المؤمنون معجزة الأحزاب ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.